بعد 65 ساعة من البث الحي، نجحت قناة طلاق التلفزيونية السورية في تحطيم الرقم القياسي لأطول برنامج حواري يبث بشكل مباشر في العالم عبر برنامج من سوريا مع الحب، في سعيها لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وكان الرقم السابق وصل إلى 62 ساعة من البث في النيبال. نحن لقبين بدنا ناخذ، لقب اخراج اطول برنامج حواري في العالم ولقب تقديم اطول برنامج حواري في العالم تلفزيوني. طبعا كانت الفتره الاصعب ربما من 12 ليلة ل 6 صباحا، هون بقى بدك يكون عندك داتا ضيوف انت تكون عليهم، يكون موجودين فجرا، والفجر لازم يساعدوا فيه المذيعتين حتى يكونوا افضل. فكان في خبراء طاقه خلال هذا الوقت، كان في خبراء يوغا. واستضاف البرنامج على مدى 3 أيام ونصف اليوم أكثر من 100 ضيف، بينهم وزراء السياحة والكهرباء والإعلام وفنانون وهواة غناء. وتخلل البرنامج فواصل غنائية وموسيقية بنسبة قليلة جدا، عملا بالشروط التي وضعتها مؤسسة جينيس. هذه القناة التلفزيونية السورية تأسست في 6 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2012، بعد نحو 18 شهرا من بدء الأزمة في سوريا التي تحولت إلى نزاع دام أسفر عن مقتل أكثر من 195 ألف شخص ونزوح الملايين.